آخر الأخبار من أورينت نيوز، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. منظمة العفو الدولية تتهم روسيا بقتل مئات المدنيين وتعتبر قصفها على سوريا جريمة حرب. قوات النظام تقصف مدينة المعظمية بصواريخ محملة بغاز السارين وتقتل 10 مدنيين. شهداء وجرحى من المدنيين بغارات روسية وتبادل للقصف بين النظام وتنظيم الدولة في دير الزور.